الهدف من هذه العمليه الكبرى اللي غادي نقوموا بها في الاشغال ديال تحويل القناتين الرئيسيتين مهيكلتين هو تحرير مسار ترام الخط الرابع ديال الترامواي الدار البيضاء. دونك هذه المرحله الاستثنائيه غادي نقوموا بها عبر مرحلتين. المرحلة الأولى غادي نتم عزل القناتين مهيكلتين على متواجدتين على مستوى التقاطع ديال شارع عقبة بن نافع وشارع محمد الزفزاف، وسوف يتم ربطها بقناة جديدة تم وضعها على طول 300 متر لينير. هذه العملية غادي تبدا ان شاء الله اليوم على الساعه 8 مساء، وغادي تنتهي يوم الموالي على الساعه 8 مساء ان شاء الله. المده الزمنيه المستغرقه لهذه العمليه هي 24 ساعه. احنا في اطار الاحصائيات اللي قمنا بها، هذه العمليه غادي ينتج عنها اضطراب ديال تزويد الماء الصالح للشرب لبعض المناطق والاحياء المتواجده في العمالات ديال سيدي البرنوسي وعماله مولاي رشيد، وكذلك اقليم مديونه وخاصه جماعه سيط مليل. دونك الاحصائيات اللي قمنا بها غادي يتم الاضطراب بالنسبه لواحد 176 الف زبون من الخواص وواحد 36 وحده صناعيه. المرحله الثانيه اللي غادي تمر بها اللي غادي نقوموا بها هي المرحله ديال اليوم الخميس على الساعه 6 مساء، والمده الزمنيه اللي غادي تستغرقها العمليه ديال العزل هي واحد 18 ساعه، غادي تنتهي اليوم الموالي على الساعه 2 زوالا. دونك المرحله الثانيه غادي يتم العزل ديال القناه المهيكله المتواجده على مستوى شارع عقبه بن نافع، على مستوى شارع عقبه بن نافع، على ويتم ربطها بالقناه المهيكله التي تم وضعها على مسافه 860 متر والمتواجده في نفس الشارع. دونك هذه العمليه ما غتكون اقل حده من العمليه الاولى، تقريبا واحد 70 الف زبون من الخواص اللي تم احصاء ديالهم غادي يكونوا عندهم اضطرابات في التزويد ديال الماء الصالح للشرب، وكذلك واحد 19 وحده صناعيه. وبالنسبه للعمالات واللي غادي يكون عندهم هذا الاضطراب هو عماله بعض الاحياء والتجزئات في عماله سيد البرنوسي، وكذلك اقليم المديونه وخاصه جماعه تيط مليل. احنا عارفين بان هذه العمليه استثنائيه، دونك قمنا جميعا بعمليات استباقيه من اجل ان شاء الله انجاح هذه العمليه، حيث قمنا باستعدادات اوليه من حيث معاينه المنشات ومعاينه المواد التي سوف يتم الربط بها لكي تكون جاهزه يوم الاشغال، وكذلك قمنا بمعاينه المنشات الموازنه، وكذلك منشات الرفع ديال الضغط ديال الصبيب. كل هذا الشيء قمنا بتجنيد تقريبا واحد جميع الوسائل البشريه وجميع الوسائل الاليه. انا غادي نذكر بعض الاشياء ديال الوسائل البشريه، تقريبا واحد 150 عون، ما يفوق واحد 150 عون اللي فيهم اطر وفيهم عمال مختصين في عمليه الربط، وكذلك بالنسبه للاعمال بالنسبه للوسائل الآلية قمنا بتزويد الأوراش بالمعدات الكافية من المدخات، من آليات الحافر، من آليات القطع، وهذا الشيء كله من أجل إنجاح هذه العملية الاستثنائية إن شاء الله اللي غادي تمر عبر هذه المرحلتين إن شاء الله.